طيب مؤمن زكريا جاله عرض من الدوري الفنلندي، الدوري الفنلندي واحد من الدوريات اللي اكتشفوها مؤخرا. يعني ايه اكتشفوها مؤخرا؟ هو الدوري الوحيد اللي بيبقى فيه لسه باب القيد مفتوح، ففرصة كويسة. فاكرين عمرو جمال في مرة برضو كان فاته موضوع القيد ده فلحقوا في فنلندا. عبد الله السعيد فاكرين في مره برضو طلع طلعه كده فنلندا كام شهر كده، ف برضو نفس القصه مؤمن زكريا عشان رجليه تبقى في الملعب. ف اتمنى له كل توفيق، يعني ان شاء الله باذن الله يتمم هذا التعاقد. افضل له انه يروح يلعب في فرقه عن انه يكون موجود بيتمرن بس. انا بامانه شديده يعني انا اكن كل تقدير واحترام لمؤمن زكريا. حمدي فتحي بيغيب عن الاهلي شهر ونص بعد تعرضه لمزق في العضله الخلفيه. اتمنى الشفاء والسلامه ان شاء الله باذن الله. لحمدي فتحي واحد من اللاعبين المميزين جدا، ظهروا مع النادي الاهلي بشكل كويس بس حظه وحش في هذه الاصابه. مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي اعلن قائمه الاهلي المسافره الى الكونغو، فيها 21 لاعب على راسهم محمد الشناوي وعلي لطفي. شريف اكرامي زي ما حضراتكم عارفين مصاب. بالنسبه لخط الدفاع في هاني واحمد فتحي وياسر ابراهيم، سعد سمير ورامي ربيعه قدام حضراتكم على الشاشه. محمد هاني واحمد فتحي وياسر ابراهيم، سعد سمير ورامي ربيعه وايمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد. خط الوسط في اسلام محارب وعمر السوليه وهشام محمد وكريم ندفد وناصر ماهر وحسين الشحات اجاي رمضان صبحي احمد حمودي. وخط الهجوم في الثنائي وليد ازار ومروان محسن. الاهلي استبعد 7 لعيبه من رحله الكونغو طبعا لاصابات، زي نجيب وزي اكرامي وحمدي فتحي وصلاح محسن وحسام عاشور ووليد سليمان، ومحمد شريف خرج لاسباب فنيه. بالنسبه لشريف اكرامي برضو احنا متابعين حالته يوم بيوم، هيخضع برضو لاشعه جديده تحدد مصير الاصابه بتاعته اللي لحقت بيه بتمزق. كان عنده مشكله شويه في رشح في منطقه السمانه. كابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي خرجوا خلاص، غادروا القاهره الى الكونغو علشان الاستعدادات المتعلقه بمباراه فيتا كلوب المقبله للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله تمنياتنا بالتوفيق للنادي الاهلي في هذا اللقاء، ويكون الحظ والتوفيق معاه ومسانده في هذا اليوم. طيب تعالوا نشوف تقرير مع حضراتكم عن النادي الاهلي. احنا بنتكلم على سلسله من الانتصارات اظهرت قوه الاهلي واظهرت ايضا كمان فكر مديره الفني مارتين لاسارتي، وبعدين نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا النهارده. حلقتنا فيها اخبار كتير جدا، اتفضل. حقق الأهلي فوزا كبيرا على بتروجيت برباعية مقابل لا شيء في واحدة من أجمل مباريات الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة ولربما في السنوات الأخيرة، ليصعد الفريق للمركز الثاني هذا الموسم على بعد نقطة واحدة من الزمالك الذي ما زال له مباراة واحدة مؤجلة. وعاد الأهلي من جديد للمنافسة وبقوة على لقب الدوري هذا الموسم بعد فترة من التخبط في بداية الموسم مع الفرنسي باتريس كارتيرون. لتتفائل جماهير الفريق الأحمر خيرا، خاصة تحت قيادة المدرب الأورجواياني مارتن لاسارتي الذي أعاد الكثير من هيبة الأهلي في الفترة التي تولى فيها المسؤولية الفنية للفريق. وتشير الأرقام إلى أن لاسارتي قاد الأهلي رسميا في 13 مباراة في مختلف البطولات سواء الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في واحدة ونال هزيمة واحدة كانت أمام سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. وأحرز هجوم الأهلي مع لاسارتي 27 هدف ودخل مرمى 6 أهداف فقط، وهو ما يعني أنه أعاد الكثير من الفعالية الهجومية للفريق واستعاد الكثير من التوازن والقوى الدفاعية في الفترة التي تولى فيها المهمة في القلعة الحمراء. كما حقق الأهلي مع لاسارتي رقما لم يحققه منذ فترة ليست بالقريبة، وهو تحقيق 9 انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، وهو الأمر الذي انعكس بثقة كبيرة على لاعبي وجماهير الأهلي بعد العودة بقوة إلى المنافسة على اللقب المحلي.